الحمد لله على السلامة. وصلنا إلى مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، روسيا البيضاء، في رحلة مباشرة من أوديسا إلى هذه المدينة، ساعة وربع وتوصل. من أول ما وصلنا كانت المرشدة موجودة في استقبالنا، وفي ميزة أنهم يتكلمون عربي مع أنهم بيلاروسيات. يلا الحمد لله وصلت بالسلامة. الله يسلمك. تمام. الحمد لله. كيف الجو؟ والله إن شاء الله. الجو جميل. أهلا وسهلا بكم في بيلاروسيا. الله يسلمك، مرحبا. Our passports. فندقنا مينسك هوتيل، يعتبر أفضل فندق 4 نجوم في هذه المدينة. وبشكل عام بيلاروسيا مستوى فنادقها ضعيف، فلذلك أنصح أنك ما تأخذ أقل من 4 نجوم، والخمس نجوم ما في إلا 4 أو 5 فنادق فقط. أتوقع أكثر شيء يميز فندقنا هذا الإطلالة على الساحة الرئيسية في وسط المدينة. هذا الجناح المكون من صالة وغرفة نوم ودورة مياه كبيرة، الله يعزكم، قيمتها 500 ريال في اليوم لأنها في وقت الموسم، أما بالنسبة للغرف فأسعارها 350 ريال. مطعم حلو وأكل لذيذ، والجلسات داخلية وخارجية، والأكل مشاوي ورز بخاري، وله 5 فروع في مينسك. أتوقع أنه خيار مناسب للخليجيين. دولة بيلاروس، روسيا البيضاء، هي دولة تفتحت في مجال السياحة مؤخرا بعد ما أنهم أزالوا القيود على موضوع التأشيرة، وبالذات للخليجيين والعرب. قبل سنة سمحوا بأي شخص خليجي يجي لهذه الدولة فقط 5 أيام مسموح لك تجلس فيها بدون فيزا، ولكن من تاريخ 27 جولاي، يعني قبل تقريبا 3 أسابيع، غيروا النظام وأصبح لك 30 يوم كسعودي أو خليجي أنك تجلس في هذه الدولة بدون تأشيرة. يعني صارت بدون تأشيرة. إجراءات الدخول سهلة وميسرة في مطار مينسك. يطلبون منك تأمين طبي، ولو ما معك يوجد مكتب تأمين تشتري من عندهم على حسب عدد الأيام، كل يوم ب4 ريال فقط. وأيضا توريهم حجز مغادرة البلاد الطيران، وجب معك احتياط حجز الفندق، وبعد كذا يقولون لك أهلا وسهلا فيك في بيلاروسيا. أحلى شوي. انطباع المبدئي عن هذه البلد بما أني أزورها أول مرة، كأني في قطعة صغيرة من موسكو، قريبة في كل تفاصيلها وحتى في ثقافتها وحضارتها وحتى في ناسها. جاهزين كلنا. مساكم الله بالخير يا وجال خير في هالجو الجميل. الحين كما قلت رايحين إلى القرية التقليدية البيلاروسية، إلى المجمع، حيث راح تتعرفوا على الثقافة البيلاروسية القديمة والحرف التقليدية. حلو. هناك راح تشوفوا تشابه كبير بين ثقافة بيلاروسية قديمة والسعودية. صحيح؟ والله السعودية. راح تشوفوا والله. تحمسنا زيادة. يلا. دودوتكي هي قرية تبعد نص ساعة عن سنتر مينسك، طريقها جميل، ولكن إذا وصلت لها بتلاقيها منطقة سياحية تم تطويرها لتكون مكان لعرض الحضارة والثقافة البيلاروسية. في كل واحد من هذه الأكواخ بتدخل بتلقى حرفيين يسوون بعض الصناعات التقليدية واللي لا زالوا يستخدمونها، بس يمكن على نطاق ضيق الحين. احنا الآن قدام صناعة الفخار. هنا صناعة الخوص بأشكال مختلفة لأغراض الزينة والطبخ والتخزين. أيضا كانوا يسوون دمية، وكانت يسوون لكل بنت دمية بهذا الشكل، لكن ما يكون في تفاصيل في وجهها. وكانوا أيضا يعتبرون رمز الرجل أو الحيوان الخاص بالرجل هو الخيل. وفي هذا الجزء من القرية معرض للسيارات الكلاسيكية القديمة. بشكل عام الأجواء في مينسك جميلة حتى بفترة الصيف. احنا الآن في شهر 8 أغسطس،
درجة الحرارة الكبرى متوسطها 26 والصغرى 15. هذا منزل قديم للفلاحين، شوفوا كيف طريقة بناهم. يكون قطعة واحدة يعني من داخل ما فيه جدران، يكون هنا فيه مكان زي المجلل المطبخ، وعلى طول في الجهة الثانية الفرن اللي دائما يطبخون فيه، وفي نص تكون هذه الطاولة، وهنا للجلسة، وهنا مكان النوم. وهنا في شغلة، الطفل الرضيع يكون فوق أمه، لكن الأطفال الثانيين ينامون فوق الفرن لأن البلد باردة، ودائما الفرن يكون كان يشتغل وصار في حرارة فيرتاحون الأطفال أكثر فوق. صحيح طبعا. والفخار والفخار نفس الشيء، كثير كثير مشهور. في نهاية جولتنا أتوقع أنه أنتم شفتوا أن في بعض الأشياء متشابهة بين الثقافة البيلاروسية والثقافة السعودية، مثل شفتوا أن صناعة الزبدة نفس الطريقة. وأنا سمعت أنه صناعة خس. أيوه الخس في جنوب، خس موجود. صحيح. في جنوب. وبالمناسبة يوليانا مرشدتنا السياحية في بيلاروسيا استثمرت دراستها للغة العربية في الجامعة، ولذلك أصبحت تشتغل في مجال السياحة في بيلاروسيا، ولكن تحديدا مع العرب والخليجيين أكثر شيء. مضبوط؟ مضبوط. وتوها متخرجة ما شاء الله فمبروك، بالإضافة لأنها تحب التصوير، ولذلك هي عندها كثير من المقاطع مشهورة في اليوتيوب في أنك تطلعين دائما بيلاروسيا، أكيد من ناحية سياحية وحضارية وثقافية. شكرا لك. مبسوطين معك. شكرا. الله يسلمك. ولازم نجرب الأكل البيلاروسي، فاليوم حجزنا في هذا المطعم، يعتبر مطعم بيلاروسي تقليدي ولكن فاخر. نبدأ بالشراب التقليدي البيلاروسي كفاس، وهو مصنوع من خميرة الخبز ويشبه شوي في طعم البيرة، ولكنه بالتأكيد بدون كحول. البيلاروسيين يستخدمون الخبز الأسمر دائما في أكلهم. القطعة هذه اللي تحت هذه عبارة عن خبز أسمر، ويحطون اللحم بهالطريقة فوقه، لكن ما يستخدمون الخبز الأبيض. هنا سنبدأ من أشهر أكلة بيلاروسية، فهي درانيكي، فطائر مقلية من البطاطا. هنا عندنا سمك من بيرلوفكا، هذا في معظم الدول تأكلون روز، نحن نأكل بيرلوفكا. كاشا. سمك من أنهار بيلاروسية اسمه كارب. وهنا ستجدون لحم بقرة، وهنا الأصيدة، أصيدة اسمه كاشا. مساكم الله بالخير يا وجه الخير. جولتنا اليوم بتكون وسط مدينة مينسك، عاصمة بيلاروسيا، روسيا البيضاء. مساحة البلد 209,000 كيلو متر مربع، يسكنها 9.5 ملايين هم سكان بيلاروسيا، 35% منهم رجال و 65% نساء. السبب الرئيسي لهذه النسبة يعود إلى أن بيلاروسيا كانت واحدة من مسار عمليات الحرب العالمية الثانية، وبذاك الوقت قتل 2,350,000 شخص في هذه البلد. في ذلك الوقت اللي كان عدد السكان أقل من 7 ملايين نسمة، وبالتالي هم فقدوا أكثر من 35% من أهلهم ومن السكان خلال هذه الحرب. روسيا البيضاء هي دولة تقع في أوروبا الشرقية، دولة حبيسة غير مطلة على أي بحر، ولكن فيها مجموعة من البحيرات والأنهار، لها حدود مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وبالتأكيد الحدود الأكبر مع روسيا. أكتابرسكايا هي منطقة صناعية قديمة ولا زالت لحد الآن صناعية وفيها كثير مستودعات، ولكنهم قرروا يجملونها بالرسومات على جدران الجرافيتي. فجم مجموعة كبيرة من فنانين الرسوم الجرافيتي، الرسم على الجدران، وطلعوا هذه اللوحة الجميلة اللي يقولون أنها واحدة من أكبر رسومات الجرافيتي في العالم، وأنها مسجلة في موسوعة غينيس. هذه المنطقة لو تلاحظون كلها مصانع ومعامل مستودعات قديمة، لكن بعد تجميلها بهذه الرسومات الخارجية أصبحت شيء مرتب، والناس يجون هنا يصورون يتفرجون عليها. بيلاروسيا راح تستضيف في شهر جون 2019 دورة الألعاب الأولمبية الأوروبية المحصورة بس على قارة أوروبا، وأنا الآن قدام ملعب ديناما اللي تم إعادة افتتاحه قبل أسبوعين. هو ملعب قديم ولكن تم تجديده بالكامل، ومن هنا راح تنطلق هذه الدورة السنة الجاية. بيلاروسيا معروفة بأفضل عروض الباليه في العالم، إذا تحب هذا النوع من الفنون تعال لهذا المسرح بلشوي في سنتر العاصمة واستمتع بأحد العروض اللي تقام بشكل مستمر. والحين وصلنا إلى منطقة نيميغا، واحدة من أجمل مناطق العاصمة، ومطلة على نهر نيميغا. وهالمنطقة بعد تعتبر مكان لتجمع الناس وعمل احتفالات، وتحديداً
قدام هذا المبنى، والمبنى اللي خلفه الأسود مكان جميل للسكن، فندق دبل تري اللي حاب يطلع على هذا المنظر. في وسط هذا النهر تم بناء هذه الجزيرة الصغيرة وسميت بجزيرة الدموع، وعملوا هذا النصب التذكاري اللي يذكرهم بالمحاربين اللي سقطوا في الحرب. منسك تعتبر فرصة للي يرغب بالاستثمار العقاري أو التملك في دول. هذا المبنى اللي قدامنا واحد من أرقى المباني، والشقق فيه ب 500 إلى 600 ألف ريال سعودي بس. أتكلم عن 500 إلى 600 ألف لشقة راقية جدا، وهي تعتبر الأغلى في المدينة، ولكن أنت بثلث هذا السعر أو أقل منه تقدر تحصل على شقة وملك وفي وسط المدينة. شراء العقار في بيلاروسيا موضوع سهل جدا، فمن أفضل الميزات أنه بعد شراء العقار تحصلون على إقامة دائمة مباشرة. عملية شراء العقار في بيلاروسيا سهلة جدا، تأخذ 2-3 أيام فقط، تحتاجون إلى المترجم. الأسعار المتوسطة هي مثلا غرفة وسالة ستكون بحدود 75-80 ألف دولار، غرفتين وسالة 120-130 ألف دولار. الحين أمام المكتبة الوطنية، The National Library. هذه المكتبة اللي افتتحت في عام 2005 وتعتبر واحدة من أحدث وأكبر المكتبات الوطنية بالعالم. في هذه المكتبة 23 دور، وحنا بصراحة ما جينا عشان المكتبة، جينا عشان الكافيه اللي في أعلى دور، واللي من خلاله تقدر تستمتع بإطلالة جميلة على المدينة. هنا لو تلاحظون المباني كلها بالتصميم السوفيتي اللي كان منتشر في روسيا وقت الاتحاد السوفيتي والدول الحليفة لها. لكن في الجهة الثانية من المدينة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال الدولة، شوفوا كيف أصبحت المباني والشكل والتصميم مختلف. جينا لهذه المنطقة عشان هذا المطعم الأرميني المشهور واللي يقع فيها المنطقة اللي تعتبر فعلا واحة غناء. انت اول وانا اول. هذا المكان اللي احنا فيه أويسس، ويعني الواحة، عبارة عن منطقة جميلة في وقت الصيف ولكنها أجمل في وقت الشتاء، لأن هذا المكان عبارة عن منتجع تزلج وسياحة شتوية، فيه منتجع للسكن وفيه أيضا منازل لأغنياء البلاد من ضمنهم رئيس الدولة. احنا جينا فقط لهذا المطعم الأرمني اللي أكله لذيذ وأتوقع أنه خيار مناسب. مساكم الله بالخير يا وجه الخير في يوم جديد في بيلاروسيا. احنا الآن في منطقة مهمة للسياح، تتكلم عن تاريخ عسكري في هذه المنطقة، خط ستالين. ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي كان يبغى يأمن كل المناطق اللي تحت سيطرته ومن ضمنها بيلاروسيا ضد أي صواريخ تجي من الجيش الألماني والجيش النازية. فعلى بعد نص ساعة من منسك حط هذا الخط ونشر منظومة الصواريخ الدفاعية اللي تقي منسك والمناطق اللي حواليها من أي صواريخ هجومية للمنطقة. هذا الكلام في عام 1929 إلى أن انتهت الحرب العالمية في عام 1945، ولكن حاليا هو متحف للهواء الطلق يعرض فيه الصواريخ ويتكلم عن الحرب ويعرض فيه كثير من المعدات. في مدخل هذا المكان حاطين بعض أعلام الدول لأكثر الناس السياح اللي زاروا هذا المكان، فحنا جيناهم وقلنا حنا سعوديين. المكان هذا حقيقي كانوا العساكر طول الوقت مناوبين هنا في هذا المكان ومسكرين عليهم الباب بحيث انهم يكونوا تحت الارض في مكان امن، وعندهم المنظومة الدفاعية ومركز كنترول الانظمة الدفاعية. وفي هذه الغرف كان على مدار الساعة على مدى سنين ممنوع تماما انه يكون في اقل من 4 عساكر في هذا المكان عشان يكونوا جاهزين باي وقت. خنادق حقيقية كانوا يصطفون فيها الجنود لمواجهة الاعداء. المنطقة كلها تم تطويرها إلا هذا الجزء تعمدوا يتركونه بهذا الشكل عشان يبين لكم أثار الحرب الحقيقية. فشوفوا كيف المبنى متهدم والرصاص بكل مكان
والأرض حتى معدومة. أماكن كثير تقدر ترمي فيها، ولكن المميز في هذا المكان أني راح أرمي قذيفة من الدبابة العسكرية. بسم الله. الجاية هذا المكان تجربة جديدة، وتقدر تسوي أشياء يمكن ما قد سويتها من قبل في حياتك. الدخول ب27 ريال للشخص، يفتح من 9 الصباح إلى الساعة 6 المساء كل يوم. استأجرنا هذا اليخت وبنطلع فيه في جولة لمدة ساعة في بحيرة مينسك الصناعية. هي بحيرة عمقها 3.5 أمتار ومساحتها 31 كيلومتر مربع. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. أنواع من العسل الطبيعي. حلو. كل من غاباتنا. من غاباتكم. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. أوليانا مرشدتنا العزيزة والصديقة العزيزة. وانت بي ألف خير وسلام وصحة. مبسوطة معنا في العيد؟ هي أكيد كثير مبسوطة. رتبت الوضع اللي قلت لك؟ أكيد ذبيحة راح تكون جاهزة. حلو تمام. وش بناكل اليوم؟ كبدة ومقلقل. يا سلام جاهزة مشينا. شامل على يشتمل على الفواكه والخضروات والأجبان والفواكه المجففة والزهور وغيرها. اللي حاب يشتري لحم حلال ففي الغالب ما في إلا هذا المكان المعروف اللي حطيت صورته قبل شوي، وهو يقع في سوق كاماروفسكي. والآن أنا في هذا السوق وحاب أني أوريكم إياه. هو سوق مركزي Feel the zone.